يسار عرضية جول جول مع انفراد مع محمد السويسي. كرة الآن فيها خامس فيها خامس القامدي نعم هدف خامس. يحاول المرور والبحث العرضية رائعة رائعة وزعاقي وعبد الله الغامدي الله حسين طولها حسين لحق عليها حسين إلى عبد الله عبد الله معها شيء ما ماتوا قبل كعب لعب عادت مرة أخرى خرج خطير الله على طول خلص ترجع مرة ثانية عبد الله الغامدي تهيئها محاولة الغامدي عرضية محاولة رأسية براس ولكن مرت ما بتمر على طول عبد الله الغامدي على اليمين يحاول يحصلها حصلها الغامدي يحاول يعدي الغامدي تقدم لعب سريع يعدي السلام ممكن الخليج يسجل وعرضية عدى عبد الله الغامدي يحاول يمر تأخر في عبد الله هيئها عرضية اللعب يلعب الكرة واصلة إلى عبد الله الغامدي عبد الله يتلاعب أمام أربع لاعبين يلعب التعادل أو انتصار وحيد في المباراة الماضية خسر من أمام هجر ومن أمام العدالة ومن أمام الشعلة المدرب السعودي على مستوى حتى على مستوى هذا الدوري هنا الكرة الملعوبة في الطرف اليمين حتى يعني في الموسم الماضي نتيجة 3-0 في خط المنتصف أمامية في الجهة اليسرى ممتاز المرور لكن التغطية موجود حلوة الكرة واصلة السلام حلوة الكرة من القنيعان مر عدى الحارب إلى الكرة الرائعة والمميزة يا الله يا الله بكل صراحة فيها خذوهات ولعبات مرتدة عادت الويقي لعبد الله الغامدي، الغامدي اخذ كورته ناحية اليمين، تقدم الغامدي حصلها، الغامدي عرضية محاولة رأسية براس ولكن مرت ممكن الخليج يسجل وعرضية الغامدي، الغامدي الكرة معاه عرضية محاولة ميراندا ممكن جول العرضية لعبد الله الغامدي، عبد الله يستقبل الكرة البحث عن العرضية والتسديد خطرة لي الآن كرة لصالح الخليج تبدو خطيرة عبد الله يرسل الكرة إلى مامادو اللي يضرب كرة على بطاقة الصعود والتأهل لدوري المحترفين واحدا منها اليوم الشعلة ليبحث بأن يخطف الانتصار والتواجد ضمن الثلاثة الويقي البحث العرضية إلى عبد الله الغامدي عبد الله مامادو يطلب الكرة مامادو والرأسية بعيدة إلى الحارس لكن الكرة كرة ملعوبة يحاول حصلها الى اللاعب النويقي على اليمين الهجاوي لعبد الله الغامدي اللي انتقل جهه اليسار واترك هشام جهه اليمين محاوله على طول اللي ما عويضه ولكن في عالم كره القدم يا ما اهداف بالتسعين ويا ما تغيرت مجريات باقصى مبارك على ما يبدو مبارك عفوا اللاعب شراحيلي حسن وحصوله على النقطه الرابعه في جولتين يعني ذلك بأنه يمشي في الطريق الصحيح انطلاق الآن خلجاوية تذهب على ذلك على الجهة اليسرى مع دييغو كرعين لكن الآن الذي اللقطة قد تسوي ممكن أن يعود معها السريع لكن خلاص الصوت بتعود الآن يبحث عن أحد الزملاء عبد الله نازل على الجهة اليمنى عبد الله يا سلام إلى دييغو انطلق دييغو بديع على حساب الهليل هنا كرة من عبد الله دونج ولكن الكرة إذا جت إلى السار واللقطة الماضية إلى الجهة ذلك والجمال هنالك في المدرجات وبحث شعلاوي عن أول أهدافه في هذا اللقاء دقائق للشعلة حقيقة دقائق فيها أفضلية للشعلة حقيقة تقدم الآن عبد الله الغامدي في اللقطة قنيعان التمرير لمامادو رائعة لعبد الله الغامدي والدخول والتسديد السعر في كرة مقطوعة واصل الكرة في المنتصف للحربي أو الغامدي عبد الله مر الغامدي عبد الله عدى يا سلام خطيرة لقنيعان مر عدى مقدما بثلاثة أهداف وصلت الكرة من جديد لمصلحة الخليج هنا لي من جديد دقيقة وحيدة مرحلة اللعب سهلة تتخلص من سافو عادت لعبد الله الغامدي إلى مامادو إلى سافو الغامدي حلوة مامادو يسد الكرة أيضا 2003-2004 عفوا وهذا يمر العالمي حسين السبع في ألعاب القوة كرة اليد بطولات وإنجازات عربية للخليج وعلى حقيقة قادرة على سد
كل الأماكن. وعبد الله الغامدي، الغامدي يلعبها لمامادو، مامادو عرضية خلجوي ممكن بيشة، لكن خاطئ من الأسمري، ملعوبة للأمام لمامادو، مرتدة سريعة.